خارج الصندوق، صديقة لنا من فترة كده من حوالي كام يوم اقترحت اقتراح، بتقول لو فرضنا ان يعني احنا عيلة، طبعا احنا حتى هنا في القناة عيلة كبيرة قوي، لو فرضنا ان كل انثى ليها دور في العيلة دي هتبقى ازاي؟ يعني مين الام، مين الاخت، مين الصديقة، مين الصحبة، مين الطيشة، مين الاخ يعني. اذا احنا في حلقة النهاردة ال 12 انثى، كل انثى عملنا اكتر دور في العيلة يليق ليها، وعليكم ان انتوا كالعاده تتوقعوا تكتبوا لي في التعليقات، لان باختصار انا بقرا كل تعليقاتكم وبكون سعيد جدا وانا بقراها. وتعالوا بينا نبتدي. ارحب بكم سريعا كده وادعو اللي ما اشتركش في القناه ان هو يشترك عشان اشاراتنا تفضل توصل له على طول، والجديد برضه يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وتعالوا بينا نبتدي. الام، بدايه بقى العيله، مين اكتر انثى تصلح ام من وجهه نظركم؟ اكتبوا، اكيد مش هنلاقي أكتر من أنثى برج الحوت المائي. أمنا دي أم العيلة كلها، يعني الحوتية هي أكتر أنثى تجيد في مثل هذا الدور. إمكانياتها كده، طريقتها، صفاتها، تعاملها، حنيتها، احتوائها، حاجات كتير قوي، وإن هي معطاءة قوي، وإن هي أكتر أنثى ممكن تحس بينا كلنا. أمنا كلنا هي أنثى برج الحوت. ندخل دلوقتي على الأخت، مين اللي هي تعتبر أخت، وإيه الصفات اللي تخليها أخت لينا كلنا؟ وكالعادة يا ريت يعني ندوس لايك بقى لو شايفين الحلقة دي ممتعة، يعني توصل لبقية أصدقائنا، ده طلبي الوحيد. وأي حد تاني على الفيسبوك غير محمد أبو زيد نصاب أوعوا تتابعوه. كتومة قوي وأخت لينا كلنا هي أنثى برج الثور الترابي. كتومة سرك في بير، تحس ان هي كاتمة للأسرار وحاملة للأسرار وعقلانية، ودايما تتعامل بعقلانية، ما هيش بتقول لك حلول او تقول لك حاجات كده من نسج الخيال يعني زي ما احنا بنقول، وتقول الحاجة تأكد ان انت بترمي في بير ملوش يعني آخر. عشان كده أنثى برج الثور تجيد وتصلح قوي لهذا الدور. مين بقى الصديق، الصحبة، أنثى برج الدلو الهوائي اللي ممكن تتقبل كل العيلة باختلافهم بانتقاداتهم بوجهات نظرهم وتسمع؟ ودايما بقول أنثى برج الدلو تحب تسمع وتتكلم وتنصح وتدي حلول وتتناقش، ويا تقنعني أقنعك، ونتبادل أطراف الحديث، والاختلاف لا يفسد للود قضية يعني، وتلاقي حاجات جميلة قوي في الرايقة. أنثى برج الدلو الهوائي. أما العسل بقى أنثى برج الميزان، فدي دلوعة بنات العيلة، الدلوعة، الدلع كله مع أنثى برج الميزان الهوائي، ومعروفة طبعا. ومين غيرها ممكن يعني يجيد في هذا الدور أو ياخد الدور ده يعني إنجاز التعبير؟ أما بقى رئيسة جمهورية نفسها اللي شايفة نفسها قائدة العيلة وهتولع فينا كلنا لو ما احترمناش نفسنا واحنا بنتكلم عنها، فأكيد البرنسس أنثى برج الأسد الناري دي بقى رئيسة جمهورية نفسها، دي اللي محدش مالي عينها، دي البنوتة اللي في العيلة أو الست اللي في العيلة محدش مالي عينها، وربنا يتولانا بقى، لأن إحنا لازم نتعامل معاها ونتقبلها كده، لازم نتقبل الأسدية على هذا الوضع يعني، وإلا هنولع كلنا عادي يعني. مغرية، المغرية بتاعت بنات العيلة أو نساء العيلة. وأنثى برج العقرب فاهمة أوي في الدلال، وفاهمة أوي في فنون الإغراء، وحتى احنا قلناها قبل كده، ومن أكتر الإناث اللي تجيب الرجل على وشه، اللي تجيبه على ملا وشه زي ما احنا بنقول، عندها نوع من أنواع الدلال، وفاهمة يعني فاهمة كده الحركات والأساليب والطريقة والفلسفة اللي هي تقدر إن هي يعني تجنن الرجل. أما القوسية فدي الشقية المحبوبة بتاعت بنات العيلة، أنثى برج القوس الشقية بتاعت بنات العيلة اللي كله بيحبها، مهما اختلفنا معاها أو اتضايقنا معاها أو خصمناها ما نقدرش نستغنى عنها، نلاقي نفسنا في الآخر بنحبها. بس مين بقى الطايشة، مين البنوتة، حد توقع، حد بيكتب مين الطايشة بتاعت بنات العيلة
انسى برج الجوزاء، دي بقى المجنونة الطايشة اللي كل يوم برأيه وبشكله، والنهاردة راضية عن كل بنات العيلة والعيلة، وبكرة مش قابلة ولا واحد فيهم، النهاردة عايزة تجيب لهم حتة من السما، بكرة بتتمنى ان هي تكب عليهم بنزين وتولع فيهم، هي دي الجوزاء الطايشة. اما انثى برج الجدي او بنوتة الجدي دي العنيدة بتاعت العيلة كلها، بتاعت بنات العيلة، دي اكتر انثى عنيدة احنا هنقول عليها عنيدة، ما بتقتنعش بسهولة وما بتتنازلش بسهولة وما يعني ما بتعتذرش بسهولة، وحاجات كتيرة او ما بتعملهاش بسهولة، عشان كده هي عنيدة، ولازم تبقوا حنينين معاها ولازم تمشوا واحدة واحدة كده معاها عشان تقدروا تكسبوها، وإلا هتصطدموا بزلطة على طول، هي دي أنثى برج الجدي. أما بسكوتة بنات العيلة أو نساء العيلة أكيد هي السندريلا السرطونة، أنثى برج السرطان دي البسكوتاية، البسكوتاية بتاعت بنات العيلة، الحاجة الكيوت اللي العسولة الهادية كده، بسكوتة وخلاص. أنا هقول ما بعرفش أوصف، أنا ما بعرفش أقول كلام حلو بصراحة. الفارسة العنيدة بقى أنثى برج الحمل دي الفاتنة بتاعت نساء العيلة أو بنات العيلة، وفي فرق طبعا هنا ما بين الإغراء أو الأنثى المغرية والأنثى الفاتنة. احنا قلنا عن العقربة إن هي مغرية من شوية، تجيد زي ما احنا قلنا في الحركات والدلال والفن. أنثى برج الحمل يعني 95% من النساء بتوع الحمل يتمتعن بجسد فاتن، جسد متقسم زي ما احنا بنقول يلفت الانتباه صراحة يعني، ودايما بقول لكل قاعدة استثناءات، فمن هذا المنطلق نقدر نقول عليها فاتنة، فاتنة حتى في مظهرها او في شكلها. بينما بقى الناقدة اللي مش عاجبها حد أبلة نظيرة بتاعت العيلة كلها، فدي العذراوية، أنثى برج العذراء دي الفيلسوفة بتاعت العيلة، دي اللي مش عاجبها أي حد خالص من بنات العيلة ولا نساء العيلة، لأنها بتدور على الكمال طبعا. طبعا نقدر نقول على أنثى برج العذراء ذكية بنات العيلة، أو يعني الذكية بتاعت العيلة، أو الناقدة أو المنتقدة أو اللي مش عاجبها حد خالص. احترت بصراحة، احترنا وإحنا بنجيب لها لقب يعني، لأن لقينا إن في حاجات كتير قوي هي بتجمعهم، أو ألقاب كتير هي يعني بتسيطر عليهم. عامة كانت حلقة، أنا دايما بحب أكون إيجابي كده وأضحك وأهزر معاكم من حين إلى آخر، ولكن صراحة لو إحنا بنقسم نساء العيلة وبنات العيلة هو ده أكتر وأقرب لقب يليق أو يليق بكل أنثى بناء على صفاتها اللي إحنا نعرفها عنها. فاكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، لأن أنا مدمن قراءة تعليقاتكم. وتاني بقول لو شايفين الحلقة مفيدة وممتعة يا ريت لايك وشيروا على قد ما تقدروا، كمان بالذات أصدقائنا اللي على الفيسبوك يشاروا على قد ما يقدروا، خلي يعني الحلقة توصل لأكبر قدر من أصدقائنا. واللي عايز يشوفني أكتر من مرة، أنا بقول عندنا قناتين على اليوتيوب، قناة اسأل محمد وعيلته، هننزل حلقة النهاردة مهمة أوي، صديقنا بتاخد رأيكم في موضوع مهم أوي، في درس مستفاد أوي، ودي بنحل فيها كل مشاكلكم اللي بتجينا على الانستجرام أو اليوتيوب أو الفيس بوك، وقناة تانية للكورة اسمها هاتريك كورة، والانستجرام والفيسبوك اللي عايز يتواصل معايا يشترك ويبعت لي، مفيش اي مشكلة هرد عليه عاجلا ام اجلا. كل الروابط دي لو انت على اليوتيوب في وصف الفيديو، لو انت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيهم في وشك على طول. بحبكم جدا والى اللقاء.